السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي المشاهدين في برنامجنا أصل الحكاية، بس بمذاق خاص علشان معايا أنا سوزي الشيخ. في بداية البرنامج لازم أرحب بزميلتي سوزي. ازيك يا سوزي، عاملة إيه؟ ازيك يا محمود، عامل إيه؟ أخبارك إيه؟ الحمد لله تمام، كويسة؟ الحمد لله في عزنا. النهاردة إحنا عندنا حكاية غريبة جدا، استشهاد اللواء ياسر عصر. سيادة اللواء ياسر كان في عام 2019 كان ليه وقعة شهيرة برضه في خدمة النقل والمواصلات، وهو كان مأمور اسم الضواحي. نفس اللي حصل برضه المرة دي، اللي هو استشهد أثناء في محطة المترو في شبرا الخيمة. هو فعلا لواء برتبة شهيد، رحم الله الشهيد. حتى يعني سيادة اللواء ده في 2016 يا سوزي كان بيحاول بقدر الإمكان إن هو ينقذ الركاب من 2016. كان 2016 فعلا حاول ان هو ينقذ الركاب، واحنا وربنا كرم ان هو انقذهم لله. فعلا الحمد لله. برضو اللي حصل برضو في محطه المترو كان نفس الطريقه ونفس اللي حصل، بس رحمه الله اللواء ياسر عصر. كان ليه فيديو صغير كده لو سمحت احنا نشوفه ونرجع لكم تاني بسرعه. رحم الله اللواء ياسر عصر واسكنه الله فسيح جناته. حقيقي النهارده حلقتنا حلقه مميزه جدا عشان ضيوفنا من اهل الفن، كل واحد فيهم كان ليه طريق مختلف عن التاني، بس حلمهم كان واحد، وده اللي جمعهم في المعهد العالي للفنون المسرحية فرع اسكندرية. تشرف بيكم، عرفني بنفسك. اسمي إبراهيم خالد، عندي 24 سنة، خريج كلية تجارة. أستاذ محمد. محمد عصمت، عندي 22 سنة، طالب بالمعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل والإخراج، أول سنة السنة دي، انا سعيد جدا ومبسوط ان انا ربنا معاك ان شاء الله. تشرف حضرتك. عبد الرحمن محمد، طالب المعهد العالي فنون مسرحيه قسم التمثيل والاخراج برضو سنه اولى. انا عرفت ان اسمك شهرتك رحماني. رحماني شيخ. استاذ رحماني، عرفني، انا عرفت ان انت ليك مجالات كتير الى جانب الاساس بالنسبه لك، وحلمك انك تبقى طالب في المعهد للفنون المسرحيه وان انت تبقى نجم المستقبل باذن الله. يا رب. فاديني نبذه كده عن حياتك وعن دخولك المعهد. أنا كنت قدمت في المعهد من فترة في القاهرة من سنتين تقريبا، بس يعني ربنا ما وفقنيش، فحاولت وكده الحمد لله السنة دي دخلت. شغلي بقى بجانب بناتي اللي قدامك دول عرايس أميجرومي، فن صناعة الضمة بالصيني. أنا بدأت فيهم من حوالي سنتين وكده، وشغال فيهم، وده برضو شمس ورودي وتيلا. أنت مسميهم كمان. بناتي. تمام. بس فشغال فيهم، وبقى عندي قناه يوتيوب بعلم فيها وبعمل كورسات وكده. الحمد لله. الحمد لله. محمد، اديني الحكايه. انا الحكايه بدات معايا من حوالي 5 سنين، والموضوع كان صدفه. يعني انا اصلا وانا صغير كنت بحب اتفرج على الافلام، فكانت بتلفت انتباهي ان في حاجه. ولكن البدايه الحقيقيه كانت في مركز الحريه للابداع، مركز ابداع اسكندريه، ودي كانت بدايه بالنسبه لي موفقه جدا، ان انا قدرت ان انا اثبت نفسي مع المخرج العبقري استاذ محمد مرسي. وطبعا انا مبسوط وسعيد جدا ان انا دلوقتي بقيت طالب اكاديمي في المعهد العالي للفنون المسرحيه. انا حاولت اقدم في المعهد 4 مرات. في الحقيقه كنت بنجح في اول اختبار في ال3 مرات، وكانت المره الرابعه هي اللي ادخل فيها المعهد السنه دي. وانا مبسوط جدا يعني ان انا معاكم النهارده، وان انا بتكلم في الموضوع ده، لان الموضوع ده بالنسبه لي كان موضوع مهم جدا. يعني الحمد لله. ابراهيم، اديني حكايتك يا ابراهيم، انا حاسس ان انت وراك حاجات كتير. طب اديني بقى، عرفني. مش مجرد احساس، دي حقيقه. اتفضل. والله البدايه بدات في الجامعه، انا دخلت كليه تجاره، فللاسف ما كنتش عايز اخشها، بس التنسيق بقى والظروف الحمد لله. فاول يوم دخلت زي اي واحد ما كانش عايز يخش كليه، فما يعني مش حابب ان انا اطلع محاضره، نفسيتي مش مرتاحه، فخدت جوله في الجامعه تحت. ف يعني راعي انتباهي مجموعة من الشباب عاملين ستيج وعمالين يعملوا في كاركترات سكتشات صغيرة، على حواليهم شباب كتير ومتجمعين، فروحت اتفرج. فاتفرجت ويعني وكلمت حد من الناس المنظمين، فقال لي دي الويلكم بارتي بتاعة المسرح الجامعة، واحنا مستعدين نقبله دفعة جديدة يعني. عشان فقلت له تمام انا ممكن اقدم. ف اول لما قدمت قال لي هتحضر مونولوجين، مونولوج لغه عربيه ومونولوج لهجه عاميه، فقدمت وقد كان. بعد كده بقى يعني بدات اتنقل كتير،
من اهم المحطات اللي خدتها ان التحقت بمركز الحريه للابداع باسكندريه، طبعا تحت قياده المخرج الكبير استاذ محمد مرسي، والحمد لله الى ان وصلت يعني اني اكون طالب بالفرقه الاولى بالمعهد العالي للفنون المسرحيه قسم التمثيل واخراج. الحمد لله. الحمد لله. انا عرفت ان شهرتك الياباني. الياباني دي لقب ولا انت اكتسبت الاسم ده من تجربه او موقف إن كان؟ والله هو الياباني ده موضوع يطول شرحه، بس بدايته كانت في المدرسه من وانا صغير، يعني انا شكلي عاطي على اليابانيين شويه. كمان لما بحلق بيبقى ياباني 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 اصلي ياباني اصلي. فقصاد ده كنت بلعب كاراتيه، وكنت بقى بقعد اتنطط واتشقلب في المدرسه كتير، فمن هنا طلعت الياباني طلع بقى، وفضلت اتداولها بقى تداولها لحد دلوقتي. طيب انت او حضراتكم طبعا طبعا بتمثل مشهد قدام اللجنه عشان تخش المعهد الفنون المسرحيه او ايا كان اللي هتدخله او اي قسم زي ما احنا عارفين. عايز اعرف المشهد اللي انت اتقابلت بيه كان ايه؟ لا يا محمود، مش اي قسم يعني. انا المعهد العالي للفنون المسرحيه صعب جدا انك تجتاز اختباراته، يعني ان هو يقبل طلاب معينه، فبيكونوا الدكاتره ليهم نظره ثاقبه ان انا عارف ان ده موهوب وهيطلع منه نجم مستقبل. يعني انا بتكلم عن ثقه في الموضوع ده بالزبط. فنحب نشوف حاجه بسيطه كده. تمام. هو انا كنت عامل مشهد من روايه عنبر رقم 6 تاليف انطوان تشيكوف. هو عنبر رقم 6 ده عنبر في مستشفى امراض عقليه، وانا مريض نفسي فسرحان مع نفسي. فالدكتور بيبدا يقول جمله فيها بدايه من ساشا. فانا ببقى قاعد كده، ساشا 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 صديق عمري، منذ الطفولة كنا نجلس على مقعد دراسي واحد، كبرنا سويا، أحبني أحببته ساشا. ساشا عندما كنت أجوع كان هو يأكل، أعطش يشرب، إنه ساشا. كنت أذاكر كان هو ينجح، ساشا. وفي ذات يوم عدت إلى بيتي مبكرا بسبب ألم من ألم بي، فتحت باب المنزل ودخلت. نينا نينا، زوجتي ليست بالمنزل؟ لابد انها بالمطبخ. نينا نينا، انها ليست بالمطبخ ايضا، ولكني وجدت قطعة من ملابس نينا. لابد انها بالحمام. نينا نينا نينا، سأفتح. نينا لا تجعليني افعل اشياء اريد ان افعلها منذ ان تزوجنا. سأفتح سأفتح. إنها ليست بالحمام أيضا، ولكني وجدت قطعة من ملابس نينا. ظللت أتتبع ملابسها حتى وجدت نفسي أمام غرفة النوم. استجمعت قواي وفتحت باب الغرفة. ويا لروعة ما رأيت، نينا زوجتي عارية تماما لأول مرة. ساشا أهلا بك، انظر انظر وتمتع، إنها نينا زوجتي عارية تماما ولأول مرة. ساشا ساشا، أنت أيضا عاريا تماما ولأول مرة، ما هذه الصدفة العجيبة؟ ساشا، على ما أعتقد أن هذه النينا زوجتي، وهذا فراشي، وهذا سريري. ساشا ساشا، هل كنتما تمارسان السباحة؟ لا تتحرك ساشا، لا تتحرك، اتركه إنه حذائي أيضا. لا تتحرك ساشا، لا تتحرك. فخلعت ملابسي وانضممت إليهما، ومن يومها وأنا أغني نينا وساشا. ابراهيم، هو ساشا ونينا، الدور نفسه ان انت حضرتك ان انت عندك مختل عقليا. الدور نفسه، الشخصيه اللي انت حضرتك بتجسدها دي، ان انت مختل عقليا.
بالظبط كده. انا بس بنوضح للساده المشاهدين عشان الناس اللي بتتفرج علينا تعرف ان الدور ده اصلا الراجل ده مختل عقليا، مختل فبيمثل ان هو مختل عقليا. بالظبط. استاذ محمد اديني المشهد بتاعك. انا المشهد بتاعي مش هقول تفاصيله، انا هبدا بالظبط واتمنى الناس بس في اختصار عشان الوقت عشان اوكي عبد الرحمن. استيقظ استيقظ لارى ماذا يا ابتي؟ لارى اختا مجنونه القت بالطفل واحتفظت بالسرة، وأخا يمضي كسائح بين المعتقلات، وأما تخفي المنشورات. أستيقظ لأرى ماذا؟ مفتاح يتدلى من خيط في عنقك، ورقا أصفرا قد أخذ يدب إليه السوس، ورق أنت بموجبه تملك بيارة في يافا. كم كنت تحدثني عن تلك البيارة، عن شجر الليمون وشجر الموز، لكني أذكر ذلك اليوم ولن أنساه. لا ينسى الطفل الجرح الأول في يده أو جبهته يا أبتي. كانت أول أيامي في تلك المدرسة حصة رسم، قفت أمام اللوح الأسود، ثم همس مدرسنا في أذني قال ارسم. ماذا أرسم؟ قال إصبع موز، فبكيت ثم صرخت قلت إننا نمتلك بيارة موز في يافا، أبي يمتلك بيارة موز. ضحك الأطفال، وما لا يضحك يا أبتي من طفل يمتلك أبيه تلك البيارة وهو لم يرى في حياته إصبع موز. شكرا. برافو عليك أستاذ رحماني. أنا الحقيقة كنت عامل شخصية إبليس، الموضوع كان بالنسبة لي خضة إنه مرة أعمل حاجة زي كده. بس في عجلة سريعة عشان الوقت الحق. تمام مفيش صدق. آدم، لقد كنت أنت يا آدم شيطاني الذي يدفعني دائما للجنون، أنت سبب كل معاناتي، وليتك كنت أفضل مني. لقد اختلفنا في كل شيء، ولكننا تشابهنا في شيء واحد، المعصية. وإني لأتساءل الآن، ماذا لو تبدلت الأمور وقيل لك اسكت أنت لعزازيل؟ أتقول نعم؟ أتحداك أن تقول نعم، فمن قبل وقال نعم هم من خلقوا ليطيعوا، أما أنت فلست منهم. نعم أنت لست بمطيع يا آدم، وإلا فما الذي دعاك أن تترك الجنة بما فيها وتشتهي الشجرة المحرمة؟ كيف؟ كيف لم أدرك أن سجودي لك لم يكن سوى امتحان لي ولك؟ كيف لم أدرك ذلك؟ على كل حال إن الوقت لم يمضي بعد. أحسنت أحسنت أستاذ رحمن. أحسنت. احنا طبعا عارفين ان الفنانين عامه بيكون ليهم مواقف طرائف كتير جدا، فعايزه استاذ محمد عصمت يحكي لي موقف كده طريف من اللي كانوا بيحصلوا له. اكتر موقف كان محرج بالنسبه لي، وكان موقف بالنسبه لي يعني انا اتفاجئت الصراحه، كان عندي اوردر في مسلسل قبيل السنه اللي قبل اللي فاتت، فخلاص يعني قعدت يومين تصوير وكلمت بقى الناس يا جماعة أنا عامل مشهد واستنوني والحلقة 16، ومصر في اليوم قوي أكلمهم وأكد عليهم، ومن ضمنهم طبعا والدتي قاعدة بقى مستنية الحلقة 16 من يعني طول اليوم يعني اليوم ده، وفجأة قاعدين كده قدام التلفزيون المسلسل كله خلص، وأنا المنتج كان ليه رأي إن قط من الـ من الـ من المسلسل من الحلقة دي، فلقيت والدتي قاعدة ونبص بقى لبعض فين، قلت اكيد المسلسل اللي بعده فده كان اسخف موقف بالنسبه لي. اكيد المخرج غير الحلقه. اكيد في حاجه غلط. ويعني مواقف كتير يعني اقربها كنت مره على المسرح، والشخص اللي بيعمل معايا المشهد يعني تقريبا نسى الكلام، فطلعنا بره الحوار خالص وارتجلنا يعني كان ارتجال، وبعد كده دخلنا في الحوار والحمد لله ربنا عدى على خير. وده بيرجع طبعا لاحترافيه الممثل ان هو يوصل ان هو يشيل زميله في الشغل بمعنى اصح. وانت يا رحماني؟ هو مش موقف كوميدي بس هو في حاجه سخيفه قوي بتتقال لنا كلنا كممثلين، انت ممثل طب ما تورينا حاجه كده سخيفه سخافه. كل حد بيقول لي كده يعني بيضايقني جدا. طيب مين مثلك يعني كل واحد فيكم عايز يعرف مين مثله الاعلى من الفنانين؟
استاذ نور الشريف في حرف قرآن الله يرحمه ورحمه الله عليه. بالنسبه لك الاستاذ نور الشريف رحمه الله عليه وانت يا استاذ محمد؟ انا الله يرحمه الاستاذ العبقري احمد زكي. احمد زكي من الممثلين اللي كان بيتقمص الشخصيه لدرجه انه كان بيتعب نفسيا بعد يعني خلاص هو مثل الفيلم وخلصه كان بيتعب نفسيا جدا من كتر ما هو تقمص الشخصيه وصل لدرجه من المصداقيه. يعني انا صدقت احنا بننسى ان هو ممثل اصلا يعني هو بيلبس الشخصيه زي ما بيقولوا الفنانين هو بيلبس الشخصيه لدرجه ان هو بيقنعك بالشخصيه دي فبتنسى ان هو ممثل اصلا. وانت ابراهيم؟ طبعا اكيد الاستاذ احمد زكي وطبعا الاستاذ يحيى الفخراني من الاساتذه الكبار يعني ربنا يطول في عمره ربنا يديله الصحه طبعا قيمه وقامه طبعا. طبعا انا سعيد ان انتوا طبعا نورتونا وشرفتونا النهارده في البرنامج بس برضو بحب اوضح للساده المشاهدين ان الدور اللي بيمثله ابراهيم او محمد او رحماني ده دور بياخد الكاركتر نفسه فبيحاول بقدر الامكان عشان يوصل المعلومه للساده المشاهدين بس غير كده مفيش اي حاجه تانية. تحب تقولي حاجه يا سوزي قبل ما نختم؟ انا عايزه اعرف طبعا احنا عارفين ان في فنانين وفنانات كتير جدا بيطلعوا من اسكندريه بلد الموهوبين فعايزه اعرف دور المعهد العالي للفنون المسرحيه فرع اسكندريه معاكم يعني انتوا كان احساسكم ايه لما دخلتوا المعهد والروح اللي في المعهد؟ انا بالنسبه لي المعهد كان رهبه ولاي حد بيحاول ان هو يدخل في يعني ان هو يقدم في المعهد الموضوع كان يعني مرهب ولكن السنه دي انا بشكر طبعا عميده المعهد الدكتوره نبيله حسن ان هي اتاحوا الفرصه ورئيس الاكاديميه الدكتور اشرف زكي ان هم اسكندريه بقت فرع مش واحده. دور المعهد ان هو بينتقي الطلاب وبيقدمهم بافضل صوره يعني هو بينتقي اكتر ناس ممكنه والدفعه غالبا بتبقى 10 او 20 واحد بكتير قوي. دورهم ان هو بيمسك ال 20 ده كل سنه بيقعد يدي لهم اساسيات التمثيل ويقعد يدرب الممثل بيعصره. على كل شيء بيعصرهم حرفيا اربع سنين بيخرج الممثل يعني خلاص بينطلق بقى في سوق العمل فالاكاديميه ليها دور كبير. بيعرف يطلع ادواته صح بيعرف يوجه ادواته طبعا طبعا بيدرسوا حاجات كتير جدا القاء وتمثيل وحرفيه انا بشكر كل القائمين وكل الدكاتره في المعهد العالي للفنون المسرحيه وبنشكر دكتوره نبيله طبعا طبعا دكتوره نبيله عميده المعهد العالي للفنون المسرحيه احنا بنشكرها على روح المعهد قبل اي مجهودات هي بتبذلها هي عامله روح في المعهد حلوه جدا. احنا بنشكركم جدا منورتونا وشرفتونا في اصل الحكايه معانا. انا قبل ما اشكرهم طبعا انتوا نورتوني وشرفتوني بجد النهارده وان شاء الله يكون لكم لقاءات تانية كتيره معانا باذن الله وتكونوا يعني فنانين كبار ان شاء الله والناس بحالها تستمتع بيكم ان شاء الله وانتوا على التلفزيون. استاذ الشيخ انا بشكرك شكرا جزيلا ان انت كنت معايا النهارده نورتيني وشرفتيني. قبل ما اختم استاذ يومنا معلش عندي كذا حاجه كده هتكلم فيها بسرعه. فيروس كورونا خد بالك الايام اللي جايه دي خطر. انا قلت الكلام ده السنه اللي فاتت وهرجع اكرره تاني السنه دي. خد بالك اليومين دول صعبين جدا لازم تاخد احتياطاتك لازم تلبس الكمامه لازم تاخد بالك من المظاهر لازم توقي نفسك كويس جدا وتاخد بالك انت بتعمل ايه بتروح فين خاف على بيتك خاف على اهلك خاف على ناسك وانتظرونا والقادم افضل والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.